الو، خبر المعلم ان حصلنا على بضاعة. صارت عنا وعملنا تحديد الدي ان ايه، جراب برهوم. نعم هو بذاته. حطوا لاين وطلب 3 مليون دولار. نعم 3 مليون دولار راح يدفعه، راح يدفعه. وانت فعل لايك اللي عليك. وهات سبسكرايب. سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو، واليوم حلقة جديدة من برنامج شاوي بلس. حطينا الانترو يا غالي. لحظة، دبحتونا بالضوء مو حلو، بلاها الضوء. هاي شلنا لها الضوء. ها شاوي بلس، شاوي بلس، شاوي بلس. ها شكرا ماي فريند على رسائل الحب اللي بعتوا لي اياها. ليش ما نزلت فيديو يوم الاحد؟ يعني كتير كنت ممنون. ليش ما حدا سأل عني؟ ها تعرف انه بتنزل الساعة 7 حلقة ولا حدا سأل عني؟ رجل طول انا هون بالقناة ولا حدا سأل عني. الله يعيني عليكم. حلقة اليوم عن اغبى اشياء انباعت على الانترنت وعلى موقع اي باي. راح تتفاجأ لما تشوف كمية الابداع عند الناس بالشغلات اللي بيبيعوها على الانترنت. يعني الاشخاص الطبيعيين ممكن يبيع براد، ممكن يبيع غسالة، ممكن يبيع تلفزيون على الانترنت، بس في ناس بيطلع عندها الابداع لمراحل خلينا نقول شوي بعيدة. اليوم جبت لكم قائمة باقوى 10 بيعات تمت على الانترنت. مو بس اقوى 10 بيعات، اغرب 10 بيعات تمت على الانترنت. يعني بخلال الحلقة انت راح تسأل حالك بالفعل في ناس بتفكر هيك؟ ماي فريند واحد اعجابها قبل ما يبلش الفيديو وبعدين كمل معانا. خليك معاي وشوف. اول بيعه عنا اياها هي لوحده امريكيه اسمها كيري سميث، عرضت جبهتها على موقع اي باي كلوحه اعلانيه وكتبت انه هي مستعده توشم اي اعلان على جبهتها مقابل 10000 دولار امريكي. بالله في واحد مستعد يوشم على جبهته اعلان؟ المهم صديقتنا هون حطت الاعلان على موقع اي باي وبالفعل جاها عرض. العرض اللي اجاها من كازينو اسمه جولدن بالاس. هذا الكازينو معروف انه بيشتري اشياء غريبه. بالفعل دفع لها 10000 دولار وطبعت على جبهتها goldenpalace.com مثل ما شايفين بالصورة قدامكم. حتى الشخص اللي عمل لها الوشم كان عم بيحاول يقنعها انه تساويه قريب من شعرها مشان ما يبين كتير. بس هذا الكازينو معروف عنه بيشتري اشياء كتير غريبة، رح يعدي معنا اليوم بالقائمة اكتر من مرة. مثلا في شروة تانية كانت لقاله اشترى اسم مرة، عرضت انه هي ممكن تغير اسمها مقابل 15000 دولار امريكي، واللي هن مصاريف دخول ابنها لمدرسة الجولف. ان شاء الله عمره ما دخل مدرسة جولف. مو منيح انا عم بصرف على ابني لدخله المدرسة ويتعلم تعليم طبيعي. وبالفعل اشترى اسمه وراحت غيرت اسمه. وايش سمت حالها؟ طبعا سمت حالها جولدن بالاس على اسم الكازينو. ناس غريبة. عندك استعداد ماي فريند انت تغير اسمك مقابل 15000 دولار؟ اكتب لي. خلينا نروح على البيعة الثانية ونعلي الريت شوي. البيعة الثانية كانت علكة السير أليكس فيركسون مقابل 500 مليون دولار. يلي ما بيعرف، السير أليكس فيركسون هو مدرب مانشستر يونايتد وهو من أعظم المدربين يلي عدوا على هذا الفريق، وبالنسبة للنادي بيعتبروه أسطورة لأنه حقق للنادي ألقاب كتيرة. بس كان معروف عنه أنه دائما بالمباريات بيأكل علكة، دائما بيعلق علكة. وبآخر مباراة له كمدرب لليونايتد رمى هالعلكة من تمه على جنب، ليجي واحد شال العلكة حطها ببلاستيكة وراح. عرض العلكة على موقع إيباي كمزاد، وصل سعر العلكة ل 500000 دولار، يعني 500 مليون دولار. وبالفعل انباعت العلكة بنص مليار، والمصاري اللي كانت حق العلكة تبرعوا فيها لمنظمات خيرية. اغرب ثالث بيعه لليوم هي بيعه شبح الجره. واحد من هالناس عرض جره على موقع اي باي شكلها غريب وعليها كتابات، وقال انه لقاها باحد المقابر وادعى انه هاي الجره فيها شبح، وكتب ملاحظه انه هو مو مسؤول اذا هذا الشبح طلع من الجره او هرب او طلع واذى الشخص يلي اشتراه. بعد 7 ايام بيوصل سعر الجره ل 55000 دولار و992 سنت، وعلى اساس انه خلص في شخص اشترى هاي الجره. بس البيعه ما تمت. هذا كان الغريب بالموضوع. يا ترى ايش صار؟ ما بعرف. شكله الشبح راح سلم على صاحبه الجديد قبل ما يشوفه.
لسه ماي فريند الخير لقدام، طول لي بالك. البيعة رقم 4 للمطلق أيان أشر بقيمة 1 دولار. الموضوع انه في شخص قرر يبيع حياته بالمزاد على موقع ايباي، والمزاد بلش بدولار واحد. الزلمة كان مرته طلقته وكرهان حاله، فبده يخلص خلص، بده يغير حياته تماما، فعرض حياته بالبيع. حياته كانت بتتضمن عدة أشياء. عد معي: بيت بأستراليا، وجيت سكي، وميتور، وسيارة مازدا، وحتى وظيفته كموظف مبيعات كمان انكلوزيف. مو بس هيك، حتى أصدقائه عرضوا أنه هدول من ضمن البيعة. يعني لو كنت أنت فريند لسيد آين أشر، كان أجالك واحد حطك بقلب كيس بلاستيك وقال لك امشي، أنت انكلوزيف من ضمن البيعة. آين باع، وكم من أصدقاء باعوا أصدقائهم. هذا الصديق اللي ما بتأمن عليه. المهم، البيعة وصلت ل 300 ألف دولار. أخذ المصاري وراح سوى فيهم رحلة حول العالم، والباقي من المصاري اشترى فيهم جزيرة ببنما سكن لحاله فيها. الله يخطط المليون، عرف يتصرف. مرة طلقته راح قال له روحي، أنا بروح بشتري دولة لحالي. راح اشترى دولة لحاله. البيعة رقم 5 شوي غريبة، كتير غريبة. بنت أمريكية اسمها ناتالي ديلن باعت عذريتها بمبلغ قيمته 3.8 مليون دولار. نعم نعم نعم، الموضوع مزبوط. تعرفوا ايش يعني عذريتها؟ ما بدنا نقول اقامه نرجع نعيد، دارسين كلكم عربي يعني، اموركم طيبه، ما بدنا نرجع نفوت لقد قامت بالفشحائي. المهم، البيعه كانت مزبوطه، تمت على موقع مواعده الماني، والشخص اللي اشترى ايطالي، عمره 45 سنه، رجل اعمال من فينيس من البندقيه. بعت له تيكت طياره من امريكا على ايطاليا، والمبيت طبعا بفندق 5 نجوم مشان تكون. وانت حبيب المتابعة، ليش ممكن تتخلى مقابل 3.8 مليون دولار؟ علق. نجي على البيعة رقم 6، قنين تريد بول مشان نصحصح، مو مشان البيعة. تفضل عزيز المتابع. اكره عادة بكل واحد بيطلع على الانترنت بيقول لك تفضلوا. وين تفضلوا؟ اعطيني، بعت لي دولار مشان اتفضل. مشان هيك حبيب المتابع، روح جيب لك شيء تشربه، كاسة مي باردة مع عصرة ليمون عليها، اذا الامور دائرة. واذا الامور طيبة، روح على سوبر ماركت عصومي جيب لك واحدة ريد بول وكمل الفيديو. البيعة رقم 6 كانت سر الحياة. واحد من الناس المجهولين عرض على موقع ايباي بالمزاد سر الحياة مقابل دولار واحد. بلش المزاد بدولار، وهالشخص قال راح اعطي سر الحياة لأكتر شخص بيدفع لي مصاري. مثل ما قلنا، المزاد بلش بدولار. شو قد بتتوقع عزيز المتابع بخضم هاي المبالغ اللي عدت وصل مبلغ سر الحياة؟ بكم انباع سر الحياة؟ 3.8 مليون دولار؟ 4.8 مليون دولار؟ لا عزيز المتابع، غلط. سر الحياة انباع ب 3.26 سنت، يعني 3 دولار و26 سنت. بالك مبالغ عالية بدنا نعطيك كمان هيك. هيك في ناس دروشان مثل حكايتنا، كمان بدها تطلع بالبرنامج يعني. والبيعة بالفعل تمت، والشخص اشترى سر الحياة، بس ما صرح ولا شيء. لا المشتري صرح ولا البايع صرح، اتفقوا بين بعضهم وحلوا السبوبة وخالصين. يعطيك العافية. عطينا البيعة اللي بعدها. رقم 7 بقائمتنا لليوم هي قطعة من حجر المريخ بقيمة 450 ألف دولار. القطعة هاي وقعت من كوكب المريخ على كوكب الأرض ولقوها، وبالفعل سووا الاختبارات وطابقت النتائج مع حجر المريخ، وانباعت القطعة ب 450 ألف دولار، وهي موجودة أتوقع حاليا بواحد من المتاحف. أنا فعليا ما راح أشتري قطعة من كوكب المريخ. ممكن تروح على تشول تجيب لك قطعة حجرة كبيرة، تنحتها، تزبطها، تحطها بقط رميز إزاز، وتقول عنها هي قطعة من كوكب زحل، كوكب زمردة. كوكب أكشن. البيعة رقم 8، بيعة شوي خلبوصة. البيعة كانت تست الحمل الإيجابي للفنانة بريتني سبيرز. هذا شلون جابه ماني عارفان، بس واحد من الناس عرض على إيباي اختبار الحمل تبع الفنانة بريتني سبيرز. اختبار إيجابي طبعا كان للتنويه، كانت حامل يعني. وبالفعل حصل على عرض بقيمة 3100 دولار. ومين كان المشتري يا حزرك ماي فريند؟ ها مين؟ 1 2 3، غلط. كان جولدن بالاس مرة تانية هو اللي اشترى اختبار الحمل. جولدن بالاس مسوين عندهم بالكازينو، استغفر الله، مثل ما كان ايش، في شغلات غريبة اشتروها حاطينها فيه ومسوينها مثل متحف. بتفوت انت بتشوف هون اختبار الحمل تبع بريتني سبيرز، ونيك بتشوف حبة كورن فليكس على شكل حمادة هلال، وبتمشي لك لقدام شوي بتلاقي مجسم لموسى الحلو عليه صورة ماي فريند. رقم 9 بالقائمة ماي فريند، واحد باع أخته.
هذا الشخص كانت أخته داخلة بحالة اكتئاب بعد ما أجاها خبر إنه في شخص من عائلتها توفى بأيرلندا، وهي ما بتحسن تروح على الجنازة إنه كان في اعتصام لشركات الطيران. فأجا الأخ الحباب هذا وحط إعلان إنه بده يبيع أخته للشخص اللي بيوصلها على أيرلندا، وبيجي له عرض بالفعل من مليونير وصل أخته على أيرلندا بالهليكوبتر الخاص تبعه. والمعلومة الأحلى من هيك إنه هذا المليونير صار صهره. يا حبيبي عليك يا زكي. بعد فترة تجوز هالمليونير أخته لهذا الشاب. ملعون يخرب بيته، راح جاب لحاله صهر مليونير أجانب بيحسبوه لقدام. رقم 10 لليوم بقائمتنا وآخر بيعة هي خبز توست عليه صورة ستنا مريم من عذراء، وانباعت حبة التوست هاي ب 28,000 دولار. شلون كانت القصة؟ في مرة أميركية عم تسوي فطور الصبح لجوزة، حطت هالخبز التوست بقلب التوستر واستنت شوي، طرق شطت التوست طلعت عليه ولا عليه صورة شبيهة بصورة ستنا مريم. فحسب ما ادعت هاي المرة انه هي بخلال هذا التوست ربحت 70,000 دولار من خلال لعبة الأقمار بالكازينوهات. فقام شالت قطعت هالتوست هاي وعرضتها على موقع ايباي، وانباعت القطعة ب 28,000 دولار. يعني في ناس والله ليفل التخلف عندهم مو طبيعي. ايش دخل ستنا مريم بالربح بالكازينو؟ ما هو بالمسيحية اصلا كمان القمار حرام. شلون يعني؟ مثل كأنه واحد عم يقول لك انا لما اسرق صرامي يوم الجمعة من الجامع رب العالمين بيوفقني وما حدا بيمسكني. ما شاء الله 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 عليك. وهيك بيكون خلصنا القائمة بأغرب 10 أشياء انبعت على موقع إيباي. لا تنسى تحط لايك للفيديو، اتمنى انكم تشاركوا الفيديو، واكتب لي بالتعليقات لو انت بحياتك اشتريت شيء غريب او انغشيت بشيء اشتريته. في معلومة صغيرة، 50% من الناس اللي عم تتابع القناة هي مو مشتركين. ليش ماي فريند؟ اشترك، حرك لي اصبعك شوي، مرنه، اضغط على الزر الاحمر هيك انت عم تتفرج دخيله قلبك انا. بس لهون بتكون خلصت الحلقة. تابع هدول الفيديوهات الاثنين اللي حط لكم اياهم هون، وبنشوفكم الاحد الساعه 7 بالليل.